تحياتنا متابعينا الكرام، هذا انفرتر جدا مميز من شركة فولترونيك الأصلي حصرا موديل MKS، تقدر تتأكد من الباركود وإنتاجه أيضا حديث الشهر الخامس. هذا MKS مميز بميزات جدا رائعة، أولها الشاشة التاتش سكرين المتكاملة اللي تعرض المدخلات والمخرجات والإنذارات والأوبريشن بالكامل في هذه الشاشة، ومن هذه الأزرار اللمس من الممكن تحكم بهذا الإنفرتر بفلاتر هواء عدد 2 تحافظ لي على هذا الانفرتر، مع ميزات جدا مميزة له الواي فاي بولتن داخلي، هذا الواي فاي إمكانية للتخاطب مع البي ام اس من خلال هذا البورت، هذا البي ام اس وهذا الكوميونيكيشن بورت. أيضا هذا الانفرتر بقابلية للتوازي، ربط التوازي لغاية 9 قطع من خلال هاي البورتات، هذا الكوميونيكيشن التوازي وهذا اللود بالانسينج. طبعا وياه تجي الكيبلات الاتصالات واللود بالانسينج. وهذا الانفرتر ايضا مميز انه مخرجات الاي سي عدد 2، واحد من عندهم قابل للتحكم بمعنى بسمارت لود مانجمنت، تيار الشحن عالي جدا 120 امبير مع مواصفات جدا جدا رائعه، متوفر ان شاء الله بكميات جمله ومفرد في مكاتبنا مع خدمه التوصيل.